صباح المدارس، صباح المدارس، صباح الشباب، صباح الشباب، صباح المدارس. صباح الخير والمحبة، صباح التوفيق وصباح الجد والاجتهاد، صباح المثابرة لكل المجدين المجتهدين وهم على مقاعد الدراسة. المشاركة الصباحية الثانية مع الطالبة هبة بنت حمود بن محمد البحرية، هبة من مدرسة مرفع دارس بولاية نزوة وهي في الصف السادس. صباح الخير يا هبة. نور، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف النشاط؟ زين. نشيطة دائما؟ أيوة. في المدرسة الحين؟ نعم. زين، ايش بتشاركينه في صباح المدارس؟ اريد اقدم لكم قصيدة بعنوان اهل عمان للشاعر عبد الله بن علي الخليلي. يلا نسمع القصيدة. قف على العالم حول الواقفين وتأمله بعين المبصرين، ثم حلله بفكر ثاقب تجد التاريخ بالحق المبين. يا له كم قام فينا كاتبا يملأ الأوراق بالحق المبين، يملأ الأوراق صيتا وسنا، وعمان الأمة خير الكاتبين. إذ وقفنا قبل أن تبلغنا دعوة المختار خير المرسلين، فلنا الفضل الذي قام به مازن الطائي سعيا لا يلين، ثم وافى بكتاب المصطفى عمرو يدعونا فكنا الأرشدين. إذ قراه ابن الجلندى طاعة وهما إذ ذاك فوق المالكين، ثم لما قبض المختار لم نتريث أو وفدنا مسرعين. حيثما يعني الخليفة مصطفى ثاني اثنين على الحق المبين، فالتزمنا العهد لم ننقض عرى ودفعنا عن رضا الحق المتين. ما نزعنا عن يد الله يدا منذ أسلمنا ولا كنا عمينا، منذ أسلمنا ولا كنا عمينا. ما شاء الله، الله يسلمك يا هبة، ما شاء الله. طيب يا هبة، وماذا أيضا ستشاركينا؟ أريد ألقي كلمة للشعب العماني بمناسبة العيد الوطني المجيد. يلا نسمع الكلمة بمناسبة العيد الوطني 47 المجيد. يلا. أولا أبعث شكري وامتناني لقائد البلاد المفدى أبونا قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، هو كل الفخر والامتنان، باني عمان وناشر السلام في كل البلاد. وأيضا أبعث تحياتي الصادقة لكل من كان له يدا في تفوقي في مجالات حياتي العلمية والعملية، أمي وأبي، وأهنئهم بالعيد الوطني المجيد. كما أشكر إدارة مدرسة الغالية مرفع دارس ومعلماتي على تعليمنا وإيصال لنا كل جديد للرقي علميا وفكريا، وتحياتي لكم على هذه الاستضافة، وكل عام وعماننا عامرة بالسعد والأمان. اللهم آمين يا رب، ما شاء الله على أدائك، لغتك جميلة يا هبة. هبة أنت تشاركي في الإذاعة؟ أيوة. في أي مجال، في أي مجموعة، في أي تخصص بالتحديد؟ أنا مشاركة في إذاعة نشاط المسرح المدرسي في المدرسة. زين، يلا أدي لنا مقطع مسرحي، مقطع مسرحية مثلا عندك؟ لا. زين، إيش بتشاركينا بعد؟ إيش بنسمع منك؟ أريد أقول قصيدة بعنوان وطني عمان. يلا نسمع. أعمان يا وطن الفداء، أبقاك ربي سرمدا، عملاقة سباقة للمكرمات على المدى، تحجوك آمال عظام روحها تحكي الغدا،
في كل شبر من ثراك الطهر معنى يقتدى، وبكل فجر ترسم الأيام نصرا أمجدا. كم حدثت عنك المياه الشط حتى غردا. الله عليك يا هبة، ما شاء الله، إيش مواهبك الأخرى هبة؟ تحبي تقرأي؟ في الإجازة الصيفية أحب أن أقرأ الكثير من الكتب، وقرأت بعض الروايات. مثل إيش قرأتي من الروايات؟ الرواية الأولى كانت هاري بوتر باللغة الإنجليزية، والرواية الثانية أليس في بلاد العجائب، والرواية الثالثة لم أكملها بعد وهي أنا ملالا. ما شاء الله يا هبة، وإيش قرأتي بعد غير قصص؟ قرأت قصص عن الأنبياء، والحمد لله أبي وفر لي الكتب الكثيرة عن الأنبياء والرسل والصحابة. ممتاز يا هبة، وتحبي تشاركي بعد في الإدارة الطلابية صح؟ صح. ليش تريد تشاركي في الإدارة الطلابية؟ لأني أنا أريد أحرص على أن تكون مدرستي مرفع دارس للأمام علميا وفكريا وعمليا، وأريد أن نحن نكون إن شاء الله للأمام تلبية لدعوة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله لنا ورعاه. اللهم أمين يا رب، ما شاء الله عليك يا هبة. نريد نسمع منك بعد شيء آخر، كلمة، مقتطف من قصة، يلا. قرأت عن إيش؟ رواية اللي هي هاري بوتر. الرواية تتحدث عن يعني هو بطل القصة كان هاري بوتر. هاري بوتر هو في الأصل كان ساحر لعائلة، فكان يعيش في قصر كبير، ثم إنه دخل في مدرسة للعجائب. طيب، وعندي قصة أخرى بعد هبة من تأليفك، ما تحبي ما تألفي قصص؟ أنا ألفت يعني بعض القصص، لكن هي كانت المنهج الدراسي في اللغة العربية. زين، يلا قولي لنا القصة اللي ألفتيها. القصة الأولى كانت عن عائلة، يعني هي سافرت إلى البحر. زين، هي في القصة فيها شوية بعض الخيال. بالعكس، نريد نسمع الخيال نحن. سافرت القصة تتكلم عن عائلة سافرت إلى بحر، والبحر كان يوجد ليس في كوكب الأرض. وين يوجد؟ يعني هي شوية خيالية. فيها بعض الضحك. زين، نريد نضحك، يلا قولي لنا القصة بالعكس. كانت في القمر. هذه القصة كانت عن التعبير في النحو والتعبير في اللغة العربية. طيب، ايش تقول تفاصيل هذه القصة؟ انت مصر انك ما تقوليها صح؟ صح. طيب يا هبة، ما عليك، ان شاء الله بالتوفيق. لما تكبر ايش تريد تكون ان شاء الله؟ ايش تتمني تكوني؟ ان شاء الله اكون دكتورة. كل التوفيق لك يا هبة ان شاء الله، وتكوني بعد في الإدارة الطلابية ان شاء الله سنة. إن شاء الله. شكرا يا هبة. عفوا. إلى اللقاء، مع السلامة. مع السلامة. شكرا للدكتورة هبة بنت حمود بن محمد البحرية من مدرسة مرفع دارس بولاية نزوة، وهي في الصف السادس، أمنيتها في المستقبل أن تكون دكتورة. لكل هذا الألق، لكل هذا التميز من طلبة العلم والمعرفة، وهم يجدون ويجتهدون ويحلمون بمستقبل مشرق منير على أرض عمان، لينضموا إلى من سبقوهم من بناة هذا الوطن العظيم. شكرا للمعلمين والمعلمات الذين ينشئون أجيال عمان، شكرا لكل الذين يرفعون عالي أصواتهم، شكرا يا خير الآباء.